السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مشاهدين الكرام. حينما تتلألأ القبة الذهبية وتزهو ببريقها على الأرض الأبية، حينما تورق أغصان الزيتون التي روى تربتها تلك الدماء الزكية، وحينما يبدع الشعراء في فنون الأدب بأجمل أبيات أدبية، حينها فقط توقن أن الكل غنى للقدس، ولأجلها أيضا كان برنامج من القدس. نحييكم أعزائنا المشاهدين ونرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم من القدس، ونصحبكم بعد الفاصل في حوار حول الذكرى الخامسة لهبة باب الأصباط، فابقوا معنا. احنا صلينا الفجر وروحنا تقريبا بعد ساعتين بلش صوت اطلاق النار، واحنا في قلب البيت يعني سمعنا، لانه احنا قريبين على المسجد الاقصى. نزلنا طوالي تحركنا لنشوف شو الوضع. كان الوضع كتير 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 صعب. انا عمري هلا 55 سنه، حضرت كل شيء في المسجد الاقصى، حضرت الانتفاضات، حضرت المواجهات. كان الوضع يعني ببين انه في شيء خطير. وصلنا باب حطه تقريبا قبل صلاه الظهر، قبل صلاه الجمعه. انا تفاجات انه يعني بخبرتي مع الاحتلال، اي عمليه بيصير في تنظيف للمكان، تطهير للمكان. باب حطه كان في لسه دم، كان في رصاص فاضي. فمن ساعتها انا شعرت انه الاحتلال بمكر لشيء كبير. أجا معاد الصلاة، أجا ضابط عربي اللي بقول بسرعة اطلعوا من المنطقة، من الحوش تبع باب حطة، لأنه جايين القوات الخاصة بدهم يطلعوكم غصب عنكم. صار في مناوشات، طلعنا وقفنا على الممر تبع باب حطة، صلينا الجمعة وتفرقنا، كل واحد راح على منطقته. من صلاة العصر يوم الجمعة بين الخطر الكبير، بين الخطر انه البلدة القديمة صارت منطقة اشباح، ما فيش فيها لا رايح ولا جاي، حتى اهل البلد تخبوا. انا وصلت منطقة بين باب فيصل وباب حطة، شعرت انه ما بعرف، يعني شعور جدا كان مخيف. صرت ابكي وصرت أناشد إنه إحنا موجودين لحالنا، إحنا أهل القدس، إحنا حراس المسجد الأقصى، إحنا سدنة المسجد الأقصى، إحنا فداء للمسجد الأقصى. لازم إحنا أهل البلد، اللي بيقدر يجي ينزل، ما نترك المسجد الأقصى، نتركش صحة المسجد الأقصى. لو الأبواب مسكرة نصلي على أبواب المسجد الأقصى، بدنا نوقف على الأبواب. وفعلا حصل وصار في تجمعات صغيرة، اتطور الوضع، صرنا ما نروحش. شفنا البوابات، شفنا الحدايد، أول إشي جابوا حدايد قبل ما قصة البوابات. بعدين صارت تتطور القضية لقضية بوابات. الوضع صاروا يقمعوا فينا، صاروا مش سمحين لأهل البلد لا يخرجوا من البلد ولا يدخلوا من البلد، يدخلوا على البلد. المحلات التجارية من تاني يوم، يعني كان يوم الجمعة، السبت، الأحد، كان الوضع في المحلات التجارية مزري، ما فيش فيها أغراض، فيش فيها بضاعة. يعني قبل صلاة الظهر لما كانوا منصوبين البوابات، أنا بتذكر بالضبط الوضع، كان طلبوا إنه يدخلوا على المسجد الأقصى من باب الأصباط. كنا واقفين، في مشايخ دخلوا من اللي كان حاطين مقاس. وقفت أنا شخصيا، حكيت مع الشيخ عمر الكسواني الله يجزيه الخير، بعد ما دخل المقاس بقول له يا شيخ عمر، وإحنا سأل الضابط ولا بقول الكل بيدخل من البوابات؟ قلنا له يا شيخ عمر احنا بندخلش من البوابات، يا بندخل زينا زيكم يا مش رايحين ندخل. فعلا صفن شوي الشيخ عمر. واحد بقول له يا شيخ عمر التاريخ ما بيعرفك، من هذه اللحظة بده يتعرف عليك التاريخ، يا بده يرفع اسمك يا بحط نقطة سودة. طلع الشيخ عمر ولا بقول احنا كليتنا مع بعض، يا بندخل من دون بوابات يا مش رايحين ندخل. صارت المناوشات، اجى تلفونات للشيخ عمر انه ادخل، ليش ما دخلتش؟ قال له مش راضين يدخلوا الحراس واهل البلد الا من بوابات، واحنا مش داخلين غير مع بعض. المرجعيات احنا فوضناها، احنا وقفنا مع المرجعيات، والمرجعيات كانت قد الحمل هذا. وبفضل الله عز وجل احنا كنا سند لهم وهم كانوا سند لنا،
من فضل الله، من فضل الله إن البوابات ودخلنا منتصرين، ونحمد الله على هذاك الأيام بالفضيلة. كانت أيام لله بمعنى الكلمة، كانت تصير معنا شغلات لا يعلمها إلا الله عز وجل. والله 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 كنا نشعر بأشياء، نشعر بالحيطان كانت تؤذن لنا، والحمد لله على كل شيء. لما قامت البوابات أجانا الخبر كنا تعبانين، كنا منتهيين، يعني الواحد فينا بق مي مش قادر يشربه. سبحان الله قامت البوابات، فتحت أبواب المسجد الأقصى. كان في نقطة مهمة جدا اللي هي دخلوا الحراس، سألنا إنه كل الأبواب اتفتحت ولا؟ بيقولوا لا، باب حطة لسه مش راضين خلونا نفتح. قلنا لهم مش داخلين، مش داخلين. ووصلنا كلامنا، وصلنا القرار إنه إحنا مش رايحين ندخل باب المسجد الأقصى إلا لما ينفتح كل الأبواب، وأول باب باب حطة. وصل للمرجعيات، والمرجعيات وصلت للعلا، وفعلا تم فتح باب الحطة ودخلنا ومبسوطين. ويا رب يا رب يا رب الله يعطينا الصحة والعافية وندخل المسجد الأقصى محررين منتصرين، لنصلي صلاة النصر في صحات الأبطال، صحات الشهداء إن شاء الله. مرحبا بكم من جديد. كانت هذه شهادة أحد المقدسيين الذين عايشوا هبة البوابات أو هبة باب الأصباط. سجلت هبة رفض البوابات الإلكترونية على أبواب المسجد الأقصى لحظات فارقة في تاريخ مدينة القدس المحتلة، وشكل اعتصام باب الأصباط وما زال يشكل مادة دسمة لتحليلها ودراستها بعمق على يد الباحثين والمؤرخين والمراقبين. وأثبت المقدسيون بإصرارهم قدرتهم على مقارعة المحتل ومواجهة قوته العسكرية، رفضا للمساس بكل ما يتعلق بالمسجد الأقصى. الذكرى الخامسة لهبة باب الأصباط أو هبة البوابات الإلكترونية هي عنوان فقرتنا الأولى اليوم من حلقة اليوم، والتي نستضيف فيها عبر سكايب من تركيا الدكتور تيسير سليمان المختص في شؤون القدس. فأهلا وسهلا بك معي دكتور. أهلا وسهلا فيك. نعم. تحية لجمهورنا الكريم. نعم، تحية عليكم دكتور تيسير. بداية، تم إطلاق اسم هبة باب الأصباط أو هبة البوابات الإلكترونية، كلاهما اسم لمسمى واحد. ما دلالات الاسم والمسمى؟ نعم، يعني حقيقة يعني بالبداية هو تحية لأهلنا في فلسطين، كل فلسطين، ونخصه من يرفع سلاحه ويقاوم المحتل، وأيضا تحية لأهل القدس الذين برباطهم وثباتهم ومقاومتهم لدى الاحتلال الإسرائيلي يشكلون حالة من المقاومة المتقدمة، حيث مقاومتهم ليس فقط بما توفر من إمكانيات بسيطة للمقاومة، إنما أيضا بالثبات على الأرض ومواجهة خططات الاحتلال الإسرائيلي. نعم، كانت هبة، كانت انتفاضة، كان وقفة مشرفة، وقف أهل القدس والداخل الفلسطيني بمسلمي ومسيحي دفاعا عن خطوة احتلالية يريد فيها بعد عملية بطولية أن يكرس حالة من الواقع الجديد وهو البوابات الإلكترونية، كما فعل ذلك في السجون. عندما كنا في السجون وضعوا العديد منها داخل، وأيضا وضعوها في المسجد الإبراهيمي من أجل بعد ذلك أن يرسخوا حالة من التفتيش والإذلال والمحاولة. لكن الوعي المقدسي والوعي الشبابي والوعي الذي تجسد بحالة من التناسق والانسجام بين المرجعية الدينية والمرجعية الشبابية والمرجعية الفصائلية والمرجعية الوطنية في القدس أثبتت أنه لن تمر، وأن هذا يتطلب وقفة بطولية. كان هذه الوقفة البطولية من الجميع، وأنا هنا أذكر يعني رحمة الله على أحد خالاتي عندما كانت تقول لا أستطيع أن أقف بالشمس لكن أستطيع أن أدعمهم بوجبات الطعام ووجبات الشراب البارد
حتى يصمدوا فيها، وانا باعتقادي وقف الكل المقدسي وقفه بطوليه افشلت مخطط اسرائيلي باستغلال حدث امني من اجل تمرير سياسات البوابات الالكترونيه. نعم، دكتور تيسير، لو تشرح او تحكي بسرد بسيط على العملية التي تمت أو المقاومة والهبة التي تمت في باب الأصباط، وكيف رفض المقدسيون إقامة البوابات الإلكترونية، ماذا يعني ما هي أسباب البوابات أصلا من الأساس، وكيف استطاع المقدسيون أن يوقفوها ويجعلوا الاحتلال يخلعها من مكانها مرة أخرى؟ نعم أخي، ربما إن أردنا أن نسرد سردا تاريخيا لابد من العودة إلى الماضي، وهو سنوات من الاحتلال بمحاولة ترسيخ مبدأ أنه التفتيش على جميع الأبواب من شرطة الاحتلال الإسرائيلي وحرس الحدود وحجز الهويات وإجبار المقدسيين على العديد من السلوك، مثل عدم إدخال أغراض، عدم إدخال الطعام، عدم إدخال أي نشاط كتب وغيره إلى ساحة المسجد الأقصى. وأنت تعرف أننا كمسلمون هذا يشكل حالة من الطبيعي جدا أن يكون المسجد هو مكان للنشاط الثقافي والعبادي والوطني وغيره. خلال سنوات 2014 15 16 كان هناك حالة من استخدام العنف واستخدام التشدد من قبل جنود الاحتلال، وكان بعضهم من الجنود الذي كان يتفاخر أنه يعتدي ويضرب ويدفع ويسحب الهوية ويمنع من الحضور للعديد من الفتيات والعديد من السيدات وأمهاتنا وجداتنا. وهذا ما دفع مجموعة من الإخوة الفلسطينيين من الداخل الفلسطيني كما نسميه نحن، محمد جبارين، وهم محمد جبارين الأول، محمد جبارين الثاني، محمد جبارين الثاني، أن يحمل سلاحه ويستهدف هؤلاء الجنود الشرطة بشخصهم. وكان هذا الشرطي يفتخر أنه لا أحد يستطيع أن يردعني، فكان مخطط الشباب أن يتم إسكاتهم أو يتم إطلاق رصاص على هؤلاء الجنود، وهذا ما فعلوه تماما. وقالوا له إن أردت أن تعتدي سوف يكون هناك الرد، وكان الرد المثالي أنه تم إطلاق الرصاص عليهم وقتل هؤلاء الجنود. بعدها انسحب الشباب إلى المسجد وبدأت المعركة، واستشهد الثلاثة في ساحات المسجد الأقصى. وبناء عليه الاحتلال الإسرائيلي يريد أن يضع، وهو دائما يضع برامجه، أنه لابد من الاستفادة من هذا الحدث، وهو وضع بوابات إلكترونية تقيد دخول الفلسطينيين تحت مسمى العمل الأمني والحراسة وغيره. وهذا كله ما فعلوا في المسجد الإبراهيمي بعدما قتل الفلسطينيين وقتل واستشهد العديد منهم وأصيب الكثير منهم، بعد أن دخل الجنود والمستوطنين بالأسلحة وقتلوا من قتلوا، بدأوا يريدوا أن يستفيدوا. فما كان من الفلسطينيين إلا أن وقفوا وقفة واحدة موحدة من غزة بمقاومتها وصمودها، بالضفة بمن استطاع إلى المسجد الأقصى سبيلا، وبالداخل الفلسطيني من استطاع أن يحشد ويجتمع أكثر، والمقدسيين أبناء القدس بكافة شرائحهم حتى المسيحي منهم وقف وقفة، لا دخول إلى المسجد الأقصى عبر البوابات، لا دخول للكبار أو الصغار أو رجال الدين أو الحراس عبر البوابات، يجب أن ندخل كلنا من غير البوابات. وكان وقتها موقفا بطوليا، حيث تراجع الشرطة الإسرائيلية وتراجع مخابرات الإسرائيلية وتراجعت الحكومة الإسرائيلية، وتم رفع البوابات الإلكترونية بالإضافة إلى الكاميرات التي وضعت في بوابات باب الأصباط كنموذج، لكن هم كانوا يريدون أن يعمموا على جميع الأبواب، لكن كانت كبداية هي فشل مخططهم. وأنا باعتقادي بهذا السرد التاريخي نعطي تفاصيل بسيطة، لكن بالعودة إلى تفاصيل كثيرة، ما من عملية بطولية تقوم إلا هي جزء مع ردة فعل من إجرام الاحتلال. نعم، يعني كانت أو أوضحت الجزء التاريخي لهبة باب الأصباط بشكل جيد دكتور تيسير. وحسب ما ذكرت الهبة بدأت بعملية فدائية تلتها يعني نقول مقاومة شعبية. ما العلاقة في فلسطين بالذات بين المقاومة أو العمليات الفدائية التي تنجزها المقاومة وبين الهبات الشعبية؟ أخي الكريم، نحن الشعب الفلسطيني منذ الاحتلال الفلسطيني عام 1917 على يد الاحتلال الإنجليزي، وهناك هبات متواصلة،
بعضها تسمى هبة، بمعنى أنها ليست شاملة وعابرة ولكنها تكون لأيام، بعضها تكون انتفاضة مثل الانتفاضة الأولى والانتفاضة الثانية، وبعضها تكون على شكل ثورة كما حدث في عام 29 و 30 و 36 أو ما بين 30 و 36. وأيضا حدثت ثورات أنه كانت في خارج فلسطين من أجل تحرير المقاومة الفلسطينية، لكن أبرزها كان هي مقاومة الشعب الفلسطيني. وتاريخيا نحن نتكلم عن سنة 20 29 30 36، نتكلم ما بين الانتفاضات وانتفاضة الشعب الفلسطيني بالخارج وتشكيل منظمة التحرير والعمل المقاوم، ثم نتكلم عن انتفاضة الشعب الفلسطيني في 86، ثم انتفاضة الأقصى في عام 2000، ثم نتكلم عن انتفاضة حدثت لكن ربما بعضها سماها هبة وبعضها سماها انتفاضة مثل انتفاضة القدس في عام 2015، ثم هبة باب الرحمة، ثم هبة باب الرحمة وهبة باب صفات، البوابات الإلكترونية، كان هناك انتفاضة الأسرة أو هبة الأسرة. فنحن نتكلم أن الشعب الفلسطيني هو بحالة مقاومة دائمة، لكن بظروف الضغط الاحتلالي وما يفعله من جرائم هناك ردة فعل طبيعية تكون نبرتها أكثر وأكثر قوة ويكون المشاركة الشعبية فيها أكثر. أما ما يفرق فيها عن العمل المقاوم هو بكل بساطة أن الشعب الفلسطيني بكل أجزائه مقاوم، لكن بعض الأماكن لا تتوفر لهم الإمكانيات، فالضفة الغربية ومدينة القدس والدافع الفلسطينية نعم. أقل إمكانية ليكون عندك نقطة ارتكاز، مواقع تدريب، سلاح، متدربين، مدربين، إمكانيات مالية، وأيضا بطش الاحتلال المستمر. بالمقابل عندما تتوفر قطعة أرض للفلسطينيين أكانت سابقا في الأردن أو على الحدود الأردنية أو في سوريا أو في لبنان وما حدث من تكاثر للقوى العسكرية، أو النموذج البطل أو النموذج الأمثل لنا كشعب فلسطيني ما حدث في قطاع غزة، عندما استطاعت المقاومة أن تقاوم الاحتلال وتطرد المستوطنين وتحصن موقع قطاع غزة أمنيا من اختراقات ومن الدبابات ومن غيره، ثم تطورت بعد ذلك عملية الأنفاق وتطويرها، أصبحت مقاومة أكثر تجذرا في محيط محمي أمنيا وهناك تراكمات أمنية. لذلك الشعب الفلسطيني مستمر بمقاومته، أحيانا تكون هبة ومشاركة أكثر شعبيا وتكون هي أمر طبيعي على سياسات الاحتلال وهجومه، أحيانا تكون انتفاضة، أحيانا تكون ثورة، وبأبرزها تكون عمليات متميزة مثل حدث في عام 2003 من 2000 ل 2003. وأيضا هناك مرحلة متقدمة جدا استطاعت المقاومة أن ترسخها، وهي مبدأ المبادرة في تنفيذ عمليات عسكرية مثل ما حدث في معركة سيف القدس. نعم دكتور تيسير، ما الأزمة التي كانت ستسببها البوابات الإلكترونية ليتم الانتفاضة ضدها بهذه الهبة؟ الاحتلال الإسرائيلي بمبدأ التعامل مع الفلسطينيين يميل إلى فكرة استفادة من الحدث، وبناء عليه يتم رسم سياسات، لأنه بالحدث الذي يجهز أو يكون كمؤسسة جاهز لتنفيذ مثل مؤسسة الجيش والمخابرات، الاحتلال الإسرائيلي كدولة اعتدائية دائما هناك خطط للاعتداء. الهدف هو بكل بساطة أن يمنع هذا ويدخل هذا، أن يسمح بهذا ويمنع ذاك، وأيضا ويقول بالنهاية البوابات المسجد الأقصى موجودة لكن أنا متقدم عنها بكاميراتي وبوابات الإلكترونية، وعلي باللحظة التي أريد فيها أن أمنع سوف أمنع. وكنا يعني لنا تجارب سابقة، أنا قلت ذلك في السجن عندنا عندما قالوا نريد أن نضع بوابة إلكترونية فقط لمعرفة إذا كان هناك معدن أو سلاح أو سكاكين، وبعد ذلك تطور إلى بوابة حديدية خلفها بوابة إلكترونية، وبعد ذلك كان نموذج أيضا في داخل مسجد إبراهيم عندما قتل فلسطينيين واستشهد في المسجد ووضعت بوابات إلكترونية، الاحتلال والمستوطنون يدخلون بأسلحتهم لكن الفلسطينيين يمنع أن يدخل أحيانا الواحد مفتاح سيارة معه بحجة أنه معدن. لذلك كان الهدف ترسيخ مبدأ أن الاحتلال يسيطر على كل شيء، لا يسيطر فقط بفتح أبواب المسجد الأقصى وإغلاقها، إنما أيضا بفتح البوابات الأمامية وإغلاقها ووضع كاميرات تشخيص
التي تستطيع أن تشخص كل شخص قبل أن يقدم هويته، وهذا ما تريد أن تفعله، وتصبح أقرب إلى المنطقة العسكرية المغلقة، لا يستطيع أحد أن يدخل أو يخرج إلا بأمر الاحتلال الإسرائيلي، وهذا ما أفشله الفلسطينيون. نحن نتكلم عن أيام وليالي، بقي الفلسطينيون يحملون مصليات فقط، سجادات للصلاة، يقفون، يصلون، يكبرون، يهللون. حاول الاحتلال الإسرائيلي قمعها، واستخدم القوة والحصار والأحصنة والكلاب البوليسية والغاز، واستخدم الوحدات الخاصة وأدخل الجيش من أجل أن يقول سوف أقوم بتفريق هؤلاء المتجمهرين، الذي كانوا يقولون لن نضرب حجارة ولن نضرب شيء، فقط سوف نقف أن نصلي. لم يصمد الاحتلال الإسرائيلي أمام هذه الاعتصام. عندما بدأ يتوافد كل أبناء القدس مسلمين ومسيحيين، عندما بدأ يتوافد فلسطيني الداخل، عندما سمح لمن سمح أو لمن استطاع أن يهرب من البوابات في الجدار الاحتلالي من أبناء الضفة الغربية، فجعل حالة من الثبات المقدسي مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي والفضائيات والإعلام الجديد، جعل حالة مقدسية. وكما قلت لك سابقا، رحم الله إحدى خالاتي التي كانت تقول أنا مريضة لا أستطيع أن أقف مع هؤلاء، لكن أستطيع أن أرسل لهم وجبات الطعام ووجبات الماء، وكانت كل يوم تتصل بالمطعم الفلاني والبيت الفلاني، أخرج لهم الطعام، لأننا نريد أن نشكل حالة من الثبات الوطني، فلا نريد هؤلاء أن يعودوا إلى بيوتهم ويثبت الاحتلال. وهذا كان موقفا وطنيا جامعا باعتقاد الفلسطينيين المقدسيين وأخواننا في فلسطين الداخل، استطاعوا أن يحبطوا مخطط لتقسيم المسجد الأقصى مكانيا قبل تقريبا 4 سنوات، ونحن في السنة الخامسة، والاحتلال ما زال يحاول. لكن كل مرة نجد هناك حالة من الانتفاضة، رأيناها في عام 1991 عندما انتفض الشعب الفلسطيني من محاولة دخول جمعية الهيكل. نعم. وعين ذلك مرارا بأحداث مختلفة، ربما كان آخرها باب الرحمة، وما كان من صمود أهل المقدسيين بكسره وفتحه مرة أخرى وألا يصبح مكانا لصلوات اليهود. نعم، إذن حسب ما وصفت استطاع المقدسيون الفلسطينيون أن يتصدوا للبوابات الإلكترونية وأرغموا المحتل على إزالتها كنوع من فرض الإرادة الفلسطينية على الاحتلال. هل هناك يعني نجاحات أخرى حققتها هذه الهبة، هبة باب الأصباط، خصوصا على المستويين الميداني والسياسي؟ نعم، على المستوى، أنا سوف ربما أفصل أكثر من ميداني وسياسي، وإنما أيضا ديني ومرجعي. على مستوى سياسي، هو أن القدس فلسطينية والمسجد الأقصى هو جزء من حالة الأماكن المقدسة الفلسطينية. لا يقف الفلسطيني فقط ليدافع عنه أو المقدسي أو المسلم، إنما يقف كل من هو عربي وفلسطيني، وأيضا من هو من المسيحية. ورأينا في صور كثيرة كيف إخوة مسيحيين لنا حملوا إنجيلهم ووقفوا في صلوات المسلمين، يقولون يمر عليهم ما يمر علينا ويمر علينا ما يمر عليهم من حالة الثبات. أيضا إن أردنا سياسيا ماذا، وحقيقة الاحتلال الإسرائيلي يعتبر نجاحه في القدس هو نجاح سياسي، بمعنى أنه إذا نجح في أن يثبت أن مدينة القدس هي عاصمة الاحتلال فهو يستطيع أن يفعل فيها ما يشاء. وكلنا رأينا كيف بالأيام الماضية فقط فشل الاحتلال الإسرائيلي أن يسير مسيرة الأعلام التي كان يقوم فيها لمدة أكثر من 40 أو 50 عاما تحت مبدأ أن هذه العاصمة الموحدة، إلا بآلاف من الجنود وإغلاق الضفة وإغلاق محيط مسجد الأقصى. فأي دولة أو أي عاصمة هذه التي لا تحكمها إلا بآلاف الجنود من أجل تسيير مسيرها الإعلام؟ هذا كرس ورسخ عند الفلسطينيين أن سياسيا الاحتلال الإسرائيلي لم يعد يستطيع أن ينفذ سياساته وما يريد على الفلسطينيين. أيضا مرجعيا، وهو هذا المهم أيضا، أنه كرس أنه لا تأتي تعليمات بدخول الحرس فيدخلوا، ولا تأتي تعليمات بدخول رجال الأوقاف فيستجيبون، إنما كان هناك حالة من المسؤولية لدى الكثير من هؤلاء نتيجة الضغط الشعبي ونتيجة الموقف الشباب الذي كان يرفض أن يكون هناك استثناءات، هذا يدخل بوابة إلكترونية وذاك لا يدخل. هذه الحالة جعلت هناك مرجعيات شبابية
المرجعيات الشبابية أي في القدس هي التي أصبحت تشكل الحالة الوطنية الفلسطينية بمسلميها ومسيحيها بفتحها وحماسها وجبهة والشيات الذين شكلوا حالة من التضامن الفلسطيني الموحد ضد الاحتلال الإسرائيلي، مما كرس مبدأ واحد أننا نستطيع إذا فزنا بهذه الجولة أن نفوز بجولات أخرى، وكانت باب الرحمة بعد ذلك، بعد باب العمود، كانت الجيخ جراح، كانت حي سلوان، العديد من الأماكن. وأنا باعتقادي نجاح تجربة باب الرحمة كان نجاحا فلسطينيا بامتياز، كرس بعده تجارب ناجحة. أنا باعتقادي أن التجارب الأصعب قادمة، وسوف يكون هناك حالة من التوافق الفلسطيني والمناصرة الفلسطينية والصمود المقدسي أمام سياسات الاحتلال. وأنا أعتقد أن أكثر ما سوف يفجر حالات أو هبات أو انتفاضات أو ثورات مقدسية بامتياز هو المسجد الأقصى والأماكن المسيحية من كنائس وأديرة، وأيضا حالة الاعتداء الإسرائيلي اليومي كانت على شكل استخدام القوة وهدم البيوت. أعلى نسبة هدم بيوت سوف تكون دائما في القدس، نحن نتكلم عن مئات البيوت في العام الماضي، أكثر من 2000 إلى 3000 حالة هدم بيتي كان ذاتيا أو بأمر من المحكمة أو بجرافات الاحتلال الإسرائيلي. وأيضا ربما نتكلم أن هذه التجربة هي اللي أعطت النشوة المقدسية المنتصرة التي جسدتها تدخل المقاومة في عام 2001 عندما وقف المقدسيون يقولون دعما للمقاومة وهتفا لرجال المقاومة، وكان رد المقاومة أننا بعد بهذا اليوم لن نبقى فقط ندافع عن المناطق المحررة، إنما أيضا سوف نسعى إلى الدفاع عن الفلسطينيين في نعم. كل مكان وعلى رأسهم بمدينة القدس. نعم، أشكرك شكرا جزيلا الدكتور تيسير سليمان المتخصص في شؤون القدس الذي انضم إلينا في برنامجنا هنا من القدس، أشكرك على هذه التوضيحات. والآن مشاهدينا الكرام نترككم مع فاصل قصير ثم ننتقل لفقرتنا الحوارية الثانية، فابقوا معنا. عمد الاحتلال الصهيوني في الآونة الأخيرة لتكثيف تهويده للمسجد الأقصى من خلال العديد من الإجراءات الخطيرة، وتمثل أبرز هذه الإجراءات في عمليات الحفر بالجهة الجنوبية الغربية للمسجد، حيث يعمل الاحتلال على تهيئتها لتحويلها لكنيسة مقابل المصلى المرواني، كما برز شبح الحفريات بالقرب من منطقة القصور الأموية. ولعل الأمر الأخطر في إجراءات الاحتلال تمثل في تسجيل الأراضي حول أسوار البلدة القديمة جنوب المسجد الأقصى بأسماء صهاينة، واستمر الاحتلال في تنفيذ سياسة إبعاد الرموز الوطنية والنشطاء عن المسجد الأقصى المبارك ومدينة القدس المحتلة. وتأتي هذه الممارسات في ظل تحذيرات من إقدام الاحتلال الصهيوني على هدم المسجد الأقصى لتنفيذ حلم الهيكل المزعوم. وعلى الرغم من انتهاكات الاحتلال، فإن أهل فلسطين يواصلون الرباط في المسجد الأقصى لحمايته والدفاع عنه. أصدرت مؤسسة القدس الدولية تقريرا حول تهويد تقريرا بالتزامن مع الذكرى 55 لاحتلال القدس، وقد أورد التقرير بنودا تضمنت انتهاكات الاحتلال للحق الفلسطيني بتهويد مدينة القدس، ومنها انتهاكات تتعلق بمصادرة الأراضي وهدم البيوت وإبعاد المقدسيين والفلسطينيين عن المسجد الأقصى وغيرها. وللحديث حول الموضوع نستضيف عبر سكايب من تركيا المختص في شؤون القدس الأستاذ علي إبراهيم. فأهلا وسهلا بك معنا أستاذ علي على شاشة تلفزيون وطن. أهلا وسهلا بكم، حياكم الله وشكرا جزيلا على هذه الاستضافة المباركة الطيبة. نعم، نرحب بكم مجددا في برنامج من القدس. أستاذ علي، ما هو فحوى التقرير الذي أصدرته مؤسسة القدس الدولية؟ وهل يدل التقرير على أن الاحتلال يسير بخطة واضحة لتهويد كامل مدينة القدس؟ طبعا التقرير هو يعني محاولة لإحاطة شاملة لتقديم إحاطة شاملة بتطورات تهويد مدينة القدس المحتلة، خاصة خلال السنوات الأخيرة.
يعني احنا على الرغم من ان الاحتلال قد احتل المدينه المقدسه مدينه القدس منذ نحو 55 عاما، الا ان التركيز على المرحله الاخيره لانها هي التي تمظهرت فيها هذه الخطط التهويديه، خطط الاسرله، استهداف المسجد الاقصى المبارك بشكل كبير جدا. واليوم كما تفضلتم يعني نعاين بان الاحتلال يسير ضمن خطط مدروسه متنوعه تستهدف قطاعات القدس المختلفه، تستهدف تهويد القدس على الصعيد الديني، على الصعيد الثقافي، على الصعيد العمراني، على الصعيد الديموغرافي السكاني، الى جانب على صعيد استهداف المدينه على صعيد المعالم، على صعيد حتى البنيه التحتيه. اليوم القدس المحتله تشهد مخططات كبيره جدا ومختلفه ومتنوعه ضمن هذه المسارات العديده. الورقه تحاول ان تسلط الضوء على ابرز المعطيات بالارقام، بالتوثيق، بمصادر يعني واضحه دقيقه جدا، الى اين وصلت سلطات الاحتلال بمحاولاتها لاستهداف المسجد الاقصى المبارك على صعيد مثلا الاقتحامات، هدم المنازل، مثلا تغيير اسماء الاحياء والشوارع والمناطق الفلسطينيه الى اخره، لكي نقدم الى المهتمين والمتابعين والى طبعا صناع القرار ومن يهتم بقضيه القدس من جموع امتنا المباركه بأن هذه هي المخاطر التي تتعرض لها المدينة، وكل واحدة منها ستفتح لنا بابا لكي كيف سنعمل لمواجهة هذا الاحتلال، وكيف سنعمل لنعالج أو لنبلسم جراح أهلنا الصامدين في القدس المحتلة. وبنقطة مهمة جدا، وهذه يعني أحب أن يعني تصل الرسالة عبركم، مثل هذه الأوراق ليست محاولة لكي نعطي الاحتلال صورة انتصار، لأن كل نقطة منها تحمل في طياتها فعلا مقاومة من قبل أهلنا وإخواننا الصامدين في القدس المحتلة، أي أن هذه التقارير هي فقط لكي نشحذ همة العمل وهمة المناصرة وهمة الدعم، لا لكي نقول الاحتلال قد وصل واستطاع أن يحقق ما يحقق فنستكين وتبرد همتنا، لا أبدا. كل نقطة من هؤلاء، ونحن في صدد إن شاء الله أن نصدر أوراق وإصدارات أخرى تتحدث عن هذا الموضوع، عن فعل المغالبة، كيف يغالب أهلنا الصامدين في القدس المحتلة إرادة التهويد ضد الاحتلال، وكيف يواجهون هذه المخططات بصمودهم، بدمائهم، بأموالهم، وهذا طبعا فيه إن شاء الله تفاصيل تصلكم بعون الله سبحانه وتعالى. نعم، هذه مقدمة جيدة حول التقرير والهدف منه ومن هذه التقارير بشكل عام. حول هذا التقرير بالذات الذي أصدرته مؤسسة القدس الدولية، ما أبرز النقاط التي تضمنها؟ نعم، التقرير يتحدث ببدايته عن موضوع واقع السكاني، واقع الديموغرافي في القدس المحتلة. كما تعرفون الاحتلال منذ احتلال المدينة عمل على تحويل الفلسطينيين إلى أقلية هامشية في القدس المحتلة، وكانت النسبة تتراوح ما بين 20 إلى 25%، لا يريد نسبتهم أن تزيد عن ذلك، ولكن بفعل الصمود الفلسطيني كما ذكرت منذ قليل، وبأن المجتمع الفلسطيني بطبيعته مجتمع يتكاثر ضمن سنن الله سبحانه وتعالى الفطرية، لذلك الاحتلال لم يستطع لا أن يخرج الفلسطينيين من القدس المحتلة من منطقة إدارته أو سيطرته، وبالوقت نفسه هم صامدون متجذرون في أرضهم. لذلك نحن نتحدث اليوم بأن في القدس نحو 950 ألف نسمة من المستوطنين ومن الفلسطينيين، نسبة الفلسطينيين منهم وصلت إلى نحو 39%، أي أن اليوم الفلسطيني قد تضاعف نسبته منذ احتلال المدينة منذ 55 عاما. طبعا هذا الكلام، هذا مع يعني بعيد عن الإشارة العددية المجردة، كعدد كبير من الشخصيات الإسرائيلية في الآونة الأخيرة تتحدث عن الموضوع الديموغرافي بأنه قنبلة موقوتة في وجه الاحتلال. يعني على سبيل المثال آخر هذه التصريحات كانت لنائب رئيس بلدية الاحتلال السابق يتحدث بشكل جدي بأن اليوم مدينة القدس مدينة طاردة للسكان، وهذا طبعا كانت هي النقطة الثانية التي أوردناها في التقرير. وبمعطيات الاحتلال، ونحن نتحدث عن معطيات مركز القدس وهو أبرز المراكز الإسرائيلية العاملة في المدينة المحتلة، يتحدث بأن المدينة عام 2019 خرج منها 8000 مستوطن، أو نحو 8000 مستوطن، أي أن المدينة
على الرغم من كل محاولات الاحتلال وأذرعه المختلفة لجذب المستوطنين إليها، ما زالت تسجل هجرة سلبية، أي أن القادمين إليها أعدادهم أقل من الخارجين منها، أعدادهم أكبر من القادمين إليها. طبعا هذا مؤشر لدى الاحتلال، مؤشر خطير. لماذا؟ نحن نعرف بأن اليوم الجزء من المجتمع الإسرائيلي هو مجتمع متدين بشكل كبير، لا يعمل، أي أنهم بعيدون عن الوظائف، بعيدون عن الأمن، بعيدون عن الشرطة. هذا المعطى يتخوف منه الإسرائيليون بشكل كبير جدا، أي أن القدس تفقد جزءا من القوة العاملة لديها، وبالوقت نفسه يتراجع عدد المستوطنين في مقابل كما ذكرنا ثبات الفلسطينيين. لذلك هناك دراسة أجراها الدكتور من بالجامعة الإسلامية في غزة، يتحدث فيها بأن إن استمر السكان، تزايد السكان الطبيعي في القدس المحتلة كما هو عليه اليوم، سنصل في عام 2050 إلى تساوي أعداد المستوطنين مع عدد الفلسطينيين. لذلك أعود وأقول أن اليوم الاحتلال يتخوف من الموضوع الديموغرافي، الموضوع السكاني، تخوفا شديدا. وأحد جنرالات الاحتلال منذ فترة تحدث بأن وجود السكان الفلسطيني في القدس هو قنبلة موقوتة. نعم. حول الوجود السكاني، جزء كبير من الفلسطينيين نحن نعرف بأنهم في الشطر الشرقي من القدس فقط، يعني اليوم القدس مقسمة ما بين، كانت مقسمة بين القدس الشرقية، ما يسمى القدس الشرقية، أو القدس الغربية. القدس الشرقية هي التي تستوعب الوجود الفلسطيني، فنحن نتحدث عن نحو 366 ألف فلسطيني، ولكن فقط في جزء من المدينة المحتلة. أما الشطر الغربي فلم يعد فيها أي مستوطنين فقط. كذلك الامر تناولنا في الورقه موضوع اقتحامات المسجد الاقصى المبارك، وهذا طبعا امر مهم وخطير جدا، لان اليوم الاحتلال يحاول ان يثبت اقتحامات الاقصى ثابتا دائما في اجنداته التهويديه بشكل شبه يومي. بكل اسف اصبحت قطعان المستوطنين تقتحم المسجد الاقصى المبارك بشكل متكرر ومتصاعد. في عام 2022 مثلا، في السته اشهر الاولى سجلنا ارقام اقتحامات كبيره، في منذ عام 2009 حتى عام 2021 نحن نتحدث عن أكثر من 200 ألف مقتحم. هؤلاء طبعا كانوا يدخلون إلى الأقصى دخولا بسيطا أو دخولا سريعا، ومع تطور مخططات الاحتلال أصبح دخولهم لساعات طويلة. اليوم يؤدون طقوسهم العلنية داخل المسجد الأقصى المبارك، وهذا طبعا تطور خطير جدا. تخيل، يعني دائما هذا أضربه مثالا أعزائي المشاهدين، تخيل اليوم يأتي مستوطن، يأتي غريب من عنا في يعني ديننا كذا، ويقتحم مسجد مثلا الحي أو مسجد المنطقة، كيف سيكون مشاعرنا؟ فهذا ما يجري في الأقصى اليوم، مجموعات من المستوطنين تدخل إلى الأقصى يوميا بحماية قوات الاحتلال وتؤدي هذه الطقوس العلنية. طبعا هدف الاحتلال من هذه الاقتحامات أن يتحول الوجود اليهودي داخل الأقصى إلى وجود طبيعي، أن نتطبع بوجودهم داخل المسجد الأقصى، وهذا أمر أيضا خطير جدا، وللأسف في أجزاء منه قد تحقق. اليوم كثير من المتابعين أصبح لديهم أو عندهم سماع أخبار الاقتحامات، أمر طبيعي، وهذا أمر أيضا خطير علينا أن نتنبه إليه، لأن اقتحام المسجد الأقصى المبارك أمر خطير جدا، ولو كان المقتحم فردا واحدا، إضافة بأن جزء من المقتحمين أحيانا يكونون من الساسة، أعضاء الكنيسة، وزراء حاليين أو سابقين. لذلك نحن نشهد بأن مشهدية الاقتحام مشهد أوسع من فقط أعداد الداخلين للأقصى. وهناك طبعا استراتيجيات يطبقها الاحتلال، موضوع التأسيس المعنوي للمعبد، موضوع التقسيم الزماني والمكاني، السيطرة على الأجزاء مختلفة من الأقصى، كانت أسفل منه تحت الأرض أو أعلاها، وهذا أيضا يعني الكلام حوله كثير جدا. نعم أستاذ علي، كم نسبة الفلسطينيين إلى المستوطنين في مدينة القدس؟ في عام 2020 النسبة بحسب مصادر الاحتلال 39%. الفلسطينيين؟ نعم. إذن هنا كما ذكرت منذ قليل هم يتركزون في الشطر الشرقي من القدس المحتلة. نعم، لكن ألا يدل ذلك على أن هناك تراجعا لأعداد الفلسطينيين في مقابل ارتفاع أعداد المستوطنين؟ موضوع الديموغرافي هو ربما الوحيد اللي فيه جانب إيجابي جلي، لأن نسبة الفلسطينيين كانوا في الأعوام الماضية كانت أقل. كل الدراسات أو كل الـ يعني الـ يعني الإحصائيات
تتحدث عن تصاعد عدد الفلسطينيين. الخوف هنا هون الاحتلال، عندما يحاصر الاحتلال بمثل هذه المعطيات كيف سيتصرف؟ لذلك شاهدنا وتابعنا في السنوات الماضية كيف حاول مثلا إخراج أهلنا في شيخ جراح، محاولة إخراج وطرد أحياء سلوان، ونحن نتحدث عن 6 أحياء في سلوان يسكنها نحو 7000 فلسطيني. هون الإشكالية أن الاحتلال عندما لم يستطع أن يغير هذه التركيبة السكانية ويجد بأن الفلسطينيين أعدادهم تتصاعد عاما بعد آخر، سيلجأ إلى مثل هذه الحلول بطرد أحياء كاملة أو بإخراج يعني مثلا على سبيل المثال مخيم شعفاط، مخيم فلسطيني يتبع لبلدية القدس يسكنه آلاف الفلسطينيين. هناك محاولات لدى الاحتلال أن يخرج، أن يجعل مثلا له إدارة خاصة لا يدخل ضمن هذه الإحصائيات ويمنع سكانه من الوصول إلى القدس المحتلة مثلا أو إلى المركز إلى البلدة القديمة. هذه المعطيات هي معطيات مخيفة، لأن لماذا؟ لأن اليوم الاحتلال سيلجأ إلى مثل ذلك، إلى مثل تلك الأساليب، ونحن نشاهد كيف يحاول أن يقلل عدد الفلسطينيين من خلال هدم منازلهم، سحب الهويات، عدم إعطائهم مثلا رخص للبناء لكي يجعل الحياة ضيقة أمام الفلسطينيين فيضطرون للخروج خارجها، ونحن نعرف أن تكاليف الحياة في القدس المحتلة تكاليف عالية جدا. نعم. وهو ما يصعب أصلا الحياة عليهم. نعم. أستاذ علي، ذكرت نقطة استرعت انتباهي في كلامك السابق حول أن اليهود في مجتمع القدس هم من المتدينين، وهؤلاء المتدينون لا يعملون، مما يفقد الاحتلال قوة عاملة. يعني لو تفصل مزيدا من الشرح حول هذه النقطة. نعم، اليوم المجتمع الاحتلال المجتمع ينقسم إلى أقسام متعددة، أهمها إن يعني استطعنا أن نجمل كل هذه الأقسام، لدينا اليهودي العلماني وهو بطبيعته يشبه ما نعرفه من العلمانية، لا يتعلق بالدين كثيرا ويعيش بنمط حياة غربي، وهم يتركزون بشكل كبير في ما يسمى تل أبيب وبعض المدن الفلسطينية المحتلة الأخرى. الشق الآخر هو اليهودي القومي وهو في المنتصف، لديه بعض التدين ولكنه أيضا ليس يعني متعلقا كثيرا بموضوع الطقوس اليهودية، اللباس اليهودي إلى آخره. الجزء الثالث هم المتدينون وهم عماد هذه الدولة، ومن أجلهم، من أجل تعلقهم بالأرض الموعودة، بأسطورة المعبد وما إلى آخره، هم يعني عددهم ليست قليلة، وجزء كبير منهم لا يعملون، ينقطعون للدراسة بين المزوجين والعبادة إلى آخره، وهم يشكلون أعتى عدد المتطرفين. في السنوات القليلة الماضية بدأت أعداد منهم تشترك في الحياة العامة وخاصة في الجيش الإسرائيلي، ولكنهم عمليا ليسوا قوة منتجة وتدعمهم وتقدم لهم دولة الاحتلال دعما كبيرا جدا. عندما وجدت يعني إذن دولة الاحتلال هي التي تقوم على بيوتهم. صحيح صحيح، تقدم لهم دعم كبير جدا. المدارس الاحتلال التوراتية جزء من كبير من ميزانياتها يأتي إما من دولة الاحتلال أو حتى من المنظمات الصهيونية في الخارج، وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية. إن نحن نشاهدهم كثيرا بالصور التي تنتشر والمقاطع في القدس المحتلة، نشاهد كيف يلبسون اللباس اليهودي التقليدي. نعم. وربون السوالف وما إلى آخره. وكما قلت أنه نائب رئيس بلدية الاحتلال حذر من أن أعدد هؤلاء إن تصاعد أكثر من ذلك فلن يجد، تخيل هذه العبارة، لن يجد في القدس من يديرها، يعني أنه سيتحول المدينة إلى مدينة جلها من المتدينين وليس هناك كفاءات إسرائيلية لتسير شؤونها، فهم دق ناقوس الخطر. نعم. لهذا طبعا هؤلاء ما خطورتهم؟ انهم هم المتطرفون، هم الذين يقتحمون المسجد الاقصى المبارك او يشاركون في اقتحام الاقصى، هم الذين يعتدون عاده على الفلسطينيين وعلى ممتلكاتهم والى اخره، وايضا هم لديهم موضوع الانجاب خطير جدا، يعني عائلات اليهود المتدينين يعني يكثرون من الانجاب كثيرا ضمن اهدافهم للسيطره يعني على المناطق. ونحن مثلا على سبيل المثال هذا الذي سرق جزء من منزل آل الكرد في حي الشيخ جراح يعقوب، هذا يهودي متدين أتى من الولايات المتحدة الأمريكية من تكساس ليحتل جزءا من هذا المنزل الفلسطيني. فهذا يعني نموذج عن عقلية هؤلاء المتغطرسة
المنغلقه في يعني على غرار ما كانوا في ابان الحرب العالميه الاولى بالجيتو، نفس الفكره حملوها معهم وبقوا بمجتمع منعزل عن باقي المجتمع. يعني على سبيل المثال في حائط البراق المحتل هناك منصات للصلاه. الاحتلال لديه مشكلة منذ سنوات طويلة بأن اليهود المتدينين يرفضون أن يأتي اليهودي العلماني ويصلي معهم. اليهود العلماني ما بيلتزم خاصة السيدات، ما بيلتزموا باللباس، ففي مشكلة. نتنياهو ماذا قال؟ ماذا فعل عندما كان رئيس حكومة الاحتلال؟ قسم المنطقة، يعني حائط، منطقة حائط البراق ما يسمونها هم زورا وبوتن، حائط المبكى، مقسمة بين هؤلاء المختلفين. اليهود العلماني لديهم منصة خاصة فيهم، واليهود المتدينين. هل تقصد أن طوائف المجتمع، يعني مجتمع المستوطنين أو مجتمع الاحتلال، ليسوا كلهم على قدم واحدة فيما يخص احتلال الأرض الفلسطينية؟ صحيح. جزء موضوع الاحتلال أظن هم لديهم قاسم مشترك فيه، ولكن أولويات القضايا التي يتحدث فيها المتدينين كثير من العلمانيين لا يعبؤون بها. يعني قضية المعبد على سبيل المثال ليست أولوية لدى اليهود العلماني، لذلك نحن نشاهد أنه كثير من اليهود العلمانيين يتجهون إلى المناطق الفلسطينية الأخرى الأكثر بين مزدوجين انفتاحا، إلى تل أبيب، إلى حيفا، إلى عكا، ويتركون القدس باعتبار القدس مجتمع متزمت. يعني حتى هناك مصطلح في القدس بأن هناك مدن الأشباح، يعني هناك يهود يتملكون منازل في القدس، إما يعني لا يسكنونها ويسافرون إلى خارج دولة الاحتلال، خاصة هؤلاء من اليهود الأمريكيين، أو يسكنون في المناطق المحتلة الأخرى. يعني في عدد كبير من الوحدات الاستيطانية يقدر بالآلاف أصحابها لا يسكنون فيها، نتيجة أن المجتمع هذا لا يشبههم، هم يريدون حياة أكثر انفتاحا، أكثر تحضرا بين مزدوجين. ولذلك اليوم مثلا حتى الاحتلال تخيل يروج بأن تل أبيب هي مدينة الشواذ مثلا، أو المدينة التي تحمي الشواذ، في المقابل هؤلاء لا وجود لهم في القدس لأن المجتمع المتدين اليهودي في القدس يرفضهم. طبعا هذا الكلام عن التقسيمات بين المجتمع اليهودي تفيدنا لكي نعرف ونشرح من الذي مثلا يحمل فكرة المعبد، أي الذي يقتحم الأقصى ويدنسه وما إلى ذلك. هؤلاء بشكل أساسي هم من المتطرفين المتزمتين، خاصة من الحريديم غاب عن اسم الفصيلة الثانية أو الجزء الثاني. نعم، يعني تقصد أنهم ليسوا على قدم واحدة وليسوا على وفاق. صحيح. نسأل الله صحيح. أن يزيدهم فرقة ويزيد أهل القدس وفلسطين والمسلمين وحدة واجتماعا. أشكرك شكرا جزيلا الأستاذ علي إبراهيم المختص في شؤون القدس الذي انضم لنا عبر سكايب من تركيا، أشكرك شكرا جزيلا. سجل أنا القدس، أنا أرض النبوات، أنا زهر المدارات، أنا للمجد عنوان وأهدابي عربية، أنا درب البطولات، أنا باب الحضارات وأشرق في